تحركات جديدة على المسار السياسي للأزمة اليمنية. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن بناء على طلب روسي. وقال المندوب الدائم لفنزويلا لدى مجلس الأمن الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس إن الأعضاء أجمعوا على إجراء مشاورات حول اليمن لبحث الوضع الإنساني في البلاد. من جهته أكد مندوب روسيا نية بلادي تقديم مقترح إضافي بعقد مشاورات أسبوعية حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، ودعا إلى زيادة الاهتمام بالعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة. الجلسة لن تكتفي ببحث الملف الإنساني الذي بات ملفاً رئيسياً في التحركات الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية، حيث من المتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطة من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول نتائج مباحثاته الأخيرة مع وفد الحكومة في الرياض ووفد الحوثيين والرئيس المخلوع. ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الدولي في الجلسة عن الموعد الجديد للمحادثات اليمنية التي تعثرت في وقت سابق نتيجة لعدم جدية سلطة الإنقلابيين ورفضها الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة من المباحثات. الرئيس هادي كان قد استبق الجلسة باجتماع مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن قبل أن يغادر إلى تركيا لبحث ملفات تتعلق بدور تركي في دعم جهود الحكومة في الإغاثة وإعادة الإعمار. لا يبدو من هذه التحركات أن المسار السياسي سيتحرك فعلاً لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وسيبقى متوقفاً حتى تبدأ الميليشيا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهي القرارات التي تصر الحكومة على البدء بها قبل الانتقال إلى أي محادثات لإنهاء الأزمة.